قبل مسلسل حالة خاصة أعمال ناقشت الأمراض النفسية في الدراما والسينما المصرية. الدراما والسينما المصرية هي مرآة الواقع، فدايما الدراما والسينما المصرية بتنقل لنا اللي بيحصل في الواقع حوالينا، وكمان بتساعدنا ان احنا نفهمه ونعرف اكتر عن الامراض دي. واكتر حاجة شغلة بال الجمهور في الفترة الاخيرة هو مسلسل حالة خاصة اللي تصدر الترند ومواقع التواصل الاجتماعي من اول حلقة ليه. ومسلسل حالة خاصة هو مسلسل بيناقش مرض طيف التوحد، ومرض طيف التوحد هو من الامراض العصبية اللي بتظهر اعراضها في مرحلة الطفولة المبكرة. ومسلسل حالة خاصة هو مش المسلسل الوحيد اللي ناقش الأمراض النفسية والأمراض العصبية، فعندنا في تاريخنا الفني العديد من الأعمال اللي ناقشت الأمراض النفسية. والأعمال الفنية مش بس بتطرح المشكلة وبتسيبها، لا ده في منهم كمان اللي بيقدم طرق للتعايش مع المرض النفسي، ومنهم كمان اللي بيقدم رحلة المرض من بدايته لحد نهايته وكمان تطوره. ومن الأعمال والمسلسلات اللي ناقشت الأمراض النفسية في السينما والدراما المصرية عندنا مسلسل خلي بالك من زيزي، وده كان سنة 2021، وناقش المسلسل مرض اضطراب فرط الحركة والتشتت الانتباه، وقامت ببطولته الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح. وعندنا كمان فيلم التروبيني. فيلم التروبيني ده كان سنة 2007، وقدم الفيلم مرض التوحد، وقام ببطولته الفنان أحمد رزق والفنان شريف منير والفنانة هند صبري. وفي كمان فيلم خلي بالك من عقلك، وده كان سنة 1985، وناقش الفيلم مرض الوسواس القهري، وقام ببطولته الزعيم عادل إمام والفنانة شريهان. وفي كمان مسلسل الرحلة، وده كان سنة 2018، وبرضه ناقش المسلسل مرض الوسواس القهري، وقام ببطولته الفنان باسل خياط والفنانة ريهام عبد الغفور. ومسلسل الرحلة، مسلسل الرحلة ده طرح عام 2018، وناقش برضه مرض الوسواس القهري، وقام ببطولته الفنان باسل خياط والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة حنان مطاوع. وعندنا كمان مسلسل سارة، وده طرح عام 2005، وناقش المسلسل مرض العودة إلى وضع الجنين، وقامت ببطولته الفنانة حنان ترك والفنانة سوسن بدر والفنان أحمد رزق. وفيلم آسف على الإزعاج، فيلم آسف على الإزعاج طرح عام 2008، وناقش الفيلم مرض الفصام، وقام ببطولته الفنان أحمد حلمي والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنان محمود حميدة. وكمان من المسلسلات اللي ناقشت الأمراض النفسية هو مسلسل حالة عشق، وده طرح عام 2015، وناقش المسلسل مرض الانفصام في الشخصية، وقام ببطولته الفنانة مي عز الدين والفنان سامح السريتي والفنانة بوسي والفنان كريم فهمي. وآخر المسلسلات اللي بتناقش الأمراض النفسية لحد دلوقتي اللي اتطرحت هو مسلسل حالة خاصة، والمسلسل ده صدر عام 2024، وناقش المسلسل مرض طيف التوحد، والمسلسل من بطولة الفنان طه دسوقي والفنانة